تقول ايه للناس اللي هي يعني بتستهون بقصه اصلي لو ده عنده برد خفيف وشويه انفلونزا فمعنى كده ان انا هيجي لي نفس الطريقه، يعني تمام نفس طريقه البرد بتاعته لو انا تعديت منه فهتعدي. تمام. تقول ايه بقى للناس اللي هي فاكره كده والموضوع مش كده تماما؟ طيب هو ممكن في ناس كتير جدا ما تعرفش كلمه المناعه دي معناها ايه، فاحنا لو حبينا نبسطها قوي هنقول هو المناعه دي جهاز موجود في جسمنا زي اي جهاز. أوكي. متخصص في ايه؟ في الدفاع عن الجسم ضد ايه؟ ضد حاجات اجنبيه. يعني ايه حاجات اجنبيه؟ يعني حاجات لا تنتمي للجسم، سواء كان الحاجات دي فيروسات، بكتيريا، طفيليات، سواء خلايا سرطانيه، او سواء لو لبينا نتكلم بقى نقول ايه، خلايا غريبه عن الجسم بمعنى صح. طيب الدفاع عنها متطلب لايه؟ يعني انا دلوقتي عشان اقدر ادافع عن الحاجه دي لازم اميز ان الحاجه دي ذاتيه او غير ذاتيه. ذاتيه يعني تنتمي للجسم، يبقى انا كده مش ههاجمها. طب غير ذاتيه؟ لا طبعا دي غريبه عن الجسم ولازم اهاجمها. طيب عشان اهاجمها يبقى لازم اتاكد ان الحاجات المسؤوله عن مهاجمتها هي مهاجمه المناعه. بتتم ازاي؟ بتتم عندنا في 3 4 خطوات. اول خطوه بيتم عندنا اللي هي رقم واحد، لما ببدا اتناول حاجه زي يعني عايز ابسطها للناس بطريقه ابسط، اني انا جلد. الجلد ده حاجه ماديه كلنا حاسينها بايدينا. طيب قوه الجلد عندي مفيش اي جروح، مفيش اي حاجه، فبالتالي مفيش سهل لاختراق الجلد. طيب حاجه زي الاغشيه المخاطيه، الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز البولي، كل دي اغشيه مخاطيه. قرنيه العين، كل الحاجات دي مسؤول عنها فيتامين معين عن تقويتها. دي نقطة عايز أخلي الناس بس معايا كده تحطها على جنب. إحنا ذكرناها. النقطة التانية اللي أنا حابب أذكرها مع بعض اللي هي إزاي أنا دلوقتي خلاص جالي فيروس، هيبدأ الجسم يتصرف إزاي؟ رقم واحد أبدأ عايز أتأكد إن جهاز المناعة عندي قوي ولا لأ، بتعرف على الفيروس أو البكتيريا ده إن دي حاجة غريبة عن الجسم. رقم اتنين تعبئة، ببدأ أعبي أو بمعنى صح أبدأ أجهز قوتي، الجيوش بتاعتي عشان تبدأ تهاجم. تاني حاجة المهاجمة نفسها، دي خطوة ثالثة. رابع حاجة وده الأهم، السيطرة على الهجوم. يعني أنا ممكن أروح أوصل لمكان أعمل مشكلة كبيرة وتخرج عن السيطرة ويبدأش أقدر أتحجم فيها. صح. دي ليها فيتامين معين هنتكلم عليه مهم جدا للسيطرة عليه، لأن لو خرجت الأمور عن السيطرة يبقى الجسم خرج عن سيطرته، اللي هي حالة الهياج اللي بنسميها، اللي بتبقى داخل الجسم فيها نتيجة مضاعفات الحادة اللي بنشوفها. أوكي. طيب يبقى لازم أتعرف على المواد اللي بتقدر تسيطر على جهاز المناعة عندي أو بتبدأ تقويه، وبتكلم على المناعة الطبيعية وليس المناعة المكتسبة. المكتسبة اللي هي الخارجية باخدها في المضاد الحيوي والباخده الكلام ده كله. لا أنا عايز مناعة الطبيعية هي اللي تتغلب. عايز الموضوع، هو لو المضاد الحيوي أصلا أنا باخده وانا ضعيف او مناعتي، ما انا برضو حتى لو خدت مضادات حيويه وانا مناعتي قليله قوي اكيد طبعا مش هيعمل حاجه. اكيد طبعا برضو الناس لازم تركز في النقطه دي، مهما تاخد علاج ومضادات وقصص دي وانت مناعتك ضعيفه، طب ما هو ايه اللي هيساعد المضاد الحيوي؟ هتصعب المشكله. المشن نفسها المهمه. صح. على الطبيب ما كانتش ناس كتير قوي راحت يعني بعد الشهر لا قدر الله جالها مضاعفات حاده فعلا ووصلت لحاجات احنا يا رب نبقى بعاد عنها تماما. صح. طيب يبقى اذا لازم اتعرف على الحاجات اللي هتمثل لي اللي اتفقنا عليها قبل كده. طيب انا عندي فيه اوميجا 3، فيتامين د وفيتامين الف. حلو. التلات حاجات دول صدقيني احنا كاطباء ما كناش عارفين اهميتهم قد ما ظهرت اهميتهم جدا مع ظهور موضوع الكورونا. اوكي. بل احنا دلوقتي بقينا حتى لو دور برد متاكدين انه دور برد لابد ان احنا بنسال عن المناعه الطبيعيه اخبارها ايه؟ هل انت بتاخد مكملات غذائيه فيها اوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف؟ يمكن الكلوسيز جاوب على النقطه دي. جاوب لان هو زيت كبد حوت ويحتوي على الثلاث مكونات اللي اتفقنا عليهم، الاوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف. طيب يا دكتور فايده الحاجات ايه بالنسبه للمقدمه اللي انت قلتها واللي ذكرت فيها؟ تعالى بقى ناخد كل فيتامينز بالحاجه اللي احنا حطيناها على جنب. على جنب. يعني اللي بيقاوم مين؟ نتكلم عن فيتامين الف. اوكي. طب احنا اتفقنا ان احنا قلنا فيها مصدات طبيعيه ومهمه جدا، الجلد، الاغشيه المخاطيه للانف والفم، والقرنيه بتاعت العين، الغشاء المخاطي بتاع العين نفسه. كل الكلام ده
مهم جدا. مهم طيب جدا. فيتامين ألف بيعمل إيه؟ هو بيساعد على تقفيل المسام بتاعة الأغشية المخاطية دي. أوكي. فبالتالي لما يجي الفيروس، ما هو الفيروس بيجي عن طريق إيه؟ حضرتك كفى الله الشر مصابة بالفيروس وأنا غير مصاب، بنتكلم مع بعض مسافة أقل من المسافة الاحترازية اللي بيننا. حضرتك مش لابسة كمامة، ما فيش أي وسائل أخدها احترازية، أنا مش لابس ماسك. إحنا يعني بنلبس الكمامة غير في الاخر اللي هو ايه قبل لا قدر الله الموت. انا سامع ان في موجه قربت، لا انا حابب البس. هي الموضوع لا انا مش سامع ده، انا لما اشوف المستشفيات اتقفلت ويعني ما فيش خلاص. يعني هو مبدا عندنا غريب. فدي نقطه مهمه جدا جدا تخليني اقول ان الكولوسيس في النقطه دي بجميع محتوياته الاوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف اللي انا كنت قبل الكولوسيس بحطهم في البروتوكول بتاعي وكنت بضطر اخلي المريض او مش المريض المشاهد هنقول يضطر ياخد بدل ما بياخد كبسولتين او ثلاث كبسولات في اليوم، لا بقول له هتاخد 8-9 كبسولات في اليوم. يا طبعا يعني